هذه سائلة تقول: يختلف بعض العلماء والمشايخ في فتواهم في بعض الأشياء ما بين التحريم والكراهة والجواز، وكل له حجته، فهل نأثم نحن في اتباع أحد منهم؟ وماذا نفعل في ذلك؟ إن كنت طالب علم وتميز بين الحق والباطل، وتميز بين الدليل اللي معه الدليل واللي ما معه دليل، يجب عليك أنك تأخذ ما قام عليه الدليل، ما تنظر إلى قول إنه قول لفلان، ولكن تنظر إلى أنه موافق للدليل من كتاب الله وسنة رسوله. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإن كنت ما أنت بطالب علم ولا عندك استعداد، تسأل أهل العلم الذين تثق بعلمهم ودينهم، وتأخذ بما يفتونك به. تسأل أهل العلم الموثوقين في دينهم وعلمهم وأمانتهم، وتأخذ بفتواهم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.